بارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. هلم نسجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلم نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلم نسجد ونركع للمسيح، هذا هو ملكنا وإلهنا. باركي يا نفس الرب. أيها الرب إلهي، لقد عظمت جداً الاعتراف وعظم الجلال تسربلت. اللابس النور مثل الثوب الباسط السماء مثل الخيمة والمسقف بالمياه على لي، الذي جعل السحاب مركبته
الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تزول إلى دهر الداهرين، رداؤها اللجة كالثوب، على الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع، تصعد إلى الجبال وتنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها حداً فلا تتعداه ولا ترجع فتغطي وجه الأرض، الذي يرسل العيون في الشعاب وفي وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياد، تقبل حمير الوحش عند عطشها، عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تنادي بأصواتها، الذي يسقي الجبال من علليه، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض، الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبزاً من الأرض وخمراً تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان، يشبع خشب الغاب وأرز لبنان الذي نصبته، هناك تعشش العصافير ومساكن الهيرودي تتقدمها، الجبال العالية للأئلة والصخور مرجأ للأرانب، صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل وفيه تعبر كل وحوش الغاب، أشبال تزأر لتخطف وتطلب من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي صيرها ربضت، يخرج الإنسان إلى عمله وإلى صناعته حتى المساء، ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع، هناك دبابات ليس لها عدد، حيوانات صغار مع كبار هناك تسلك السفن، هذا التنين الذي خلقته ليلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت، تفتح يدك فيمتلئ الكل خيراً، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض، ليكن مجد الرب إلى الدهر، ليفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن، أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجوداً، ليلذ له كلامي وأنا أفرح بالرب، ليبد الخطأ من الأرض والأثم حتى لا يوجد فيها بارك يا نفس الرب، الشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل، ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. هللويا 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 المجد لك يا الله، هللويا 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 المجد لك يا الله، هللويا 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 المجد لك يا الله، يا إلهنا ورجاءنا لك المجد، بسلام إلى الرب نطلب كيري إليسو، من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب رحم، من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب كيري إليسو، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب كيري إليسو، من أجل المسيحيين الحساني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب كيري إليسو، من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب كيري إليسو،
يا ساقفتنا خريستوفوروس وشريك في الخدمة المتروبوليت فينيديكتوس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا نفس ذاسبتا يا ربي إليك صرخت فاستمع لي استمع لي يا رب. يا ربي إليك صرخت فاستمع لي انصت إلى صوتي تضرعي حين أصرخ إليك سامع لي يا رب. رفق يدي
لفمي وبابا حصينا على شفتيه أطم القلب إلى كلام الشر فيتعلل بعلاج الخطايا مع إن إسلامي لنا الإثم ولا أتفق مع مفترين سيؤدبني الصديق برحمة ويوبقني أما زيت الخاطئ فلا يضان به راسي فإن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلي عقوداتهم ملتصقين بصخرة يسمعون كلماتي فإنها قد استليتت مثل سمن الأرض المشط على الأرض تبددت عظامهم حول الجحيم فإليك يا ربي يا ربي عيناي وعليك توكلت فلا تنزع نفسي احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن معاثر صانعي الإيه تسقط الخطاة في مصائدهم وأكون أنا على انفراد إلى نابو بصوتي إلى الرب صرخت بصوتي إلى الرب تضرع أسكب أمامه تضرعي وأحزاني قدامه خبر وأنا روحي مني أنت تعرف سبلي في هذا الطريق الذي كنت أسلك فيه أخفوا لي فخم أملت في الميامن وأبصرت فلم يكن من يعرفني ضاع المراب مني ولم يوجد من يطلب نفسي وصرخت إليك يا رب وقلت أنت ورجائي ونصيبي في أرض الأحياء أنصت إلى صوتي طلبتي فإنني قد تذللت جدا أجلي من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا علي أخرج من الحبس نفسي إليك أشكر أسمك إلهي ينتظر الصديقون حتى تجازيني من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب سمع لي صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للأثام راصدا يا رب يا رب من يثبت فإن من عندك الاغتفار لنضربن بالصنوش وَلْنُهَلِّلَنَّ بالترنيم متقدمين بعيد الرقاد ولنصدحن بالاناشيد الرذاثية مبتهجين فإن أم الله التابوت الذابي تستعد الآن للارتقاء من الأرض إلى العلا منتقلا إلى باء الحياة الإلهية الخالدة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي في أقوالك توكلت نفسي على الرب اجتمع اليوم من أقطار الأرض على منوال غريب يا زمرة الرسل فإن مدينة سيد الجميع الحية الناطقة تجد سعية في الانتقال بإجلال إلى الممالك المثلى فترتفع فيها مع ابنها فاحتفل بدفنها الإلهي متفقي العز ورنموا بأناشيد التجنيس
بالاشتراك مع الصفات الملائكية. من انفجار الصبح إلى الليل، من انفجار الصبح فليتاك الإسرائيل على الرب. يا جمهور الكهنة ويا أيها الملوك ورؤساء الشعوب وأجواق العذارى، بادروا الآن مسرعين، فانشدوا جميع مرنمين بأناشيد التجنيز، فإن سيدة الجميع مزمعة أن تضع نفسها غدا في أيدي ابنها فتنتقل إلى المساكين الأبدية. إنا من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل آثامه. لقد سبقت بذكرك الحبل الجبل الشاهق المعتلا، فأشرت إلى الكرازة بالمخلص أيها المغبوط، معلنا أن معرفة الله السامية ستظهر على رؤوس الجبال، فيبادر الأمم نحوها بنشاط ملتجئين إليها عن إيمان، فيتلقون تسبيحة الرب ويخلصون ويخلصون خلاصا أبديا. سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوا يا سائر الشعوب، لقد سبقت يا ميخ العجيب في الأنبياء، فأنبت بلسان ملم من الله تقول: سيخرج المتسلطان نابغا من بيت لحم، فيرعى شعبه ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. فالآن لدى معايناتنا نجا ما تنبت به، نمجد علب متال للإله الذي تكلم بك، لأن رحمته قد عظمت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. فيما أنت ماثل لدى عرش الله أيها النبي المؤقت، تتنم بالفرح الذي استحقته وتعين المجد الإلهي وتتمتع بالنعيم تمتعا إلهيا، وأنت مملوء ابتهاجا وسرورا روحيا، تعاهد الذين يقيمون الآن تذكرك الموقر عن إيمان، وأنقذهم من المحن والتجارب بشفاعتك المتواصلة. المجد لله بي والابن والروح البشر على الأرض نطوب رقادك كليا وقال يا إلى
التي لم تذوق خبرة الزواج، لأنك صرت أما للمسيح الإله خالق كل البرايا، يا كلية القداسة فنبتهل إليك أن لا تبرحي متضرعا من أجلنا، يا كلية التسبيح، فإننا عليك بعد الله وضعنا رجانا. يا نورا بهيا لقدس مجد الآب الذي لا يموت السماوي القدوس المغبوط يا يسوع المسيح، إذ قد بلغنا إلى غروب الشمس ونظرنا نورا مسائيا، نسبح الآب والابن والروح القدس الإله. فيا ابن الله المعطي الحياة، إنك لمستحق في سائر الأوقات أن تسبح بأصوات بارة، لذلك العالم لك يمجد ترنيمة المساء. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. استمع يا الله صلاتي، اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. لنقل كلنا من كل نفوسنا ومن كل نياتنا، لنقل يا نيسك يا نيسك يا نيسك. أيها الرب الضابط الكل إله وبين، نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بحسب عظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. كريا دايسون، كريا دايسون، كريا دايسون. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسانية العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفروس، رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان وكل إخوتنا في المسيح. كريا دايسون، كريا دايسون، كريا دايسون. وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسانية العبادة الأرثوذكسيين وزوار القبر المقدس ووكلائه والمحسنين إليه
والمنضمين إلى هذه الكنيسة المقدسة ووكلائها والمحسنين إليها والساكنين والموجودين في هذه المدينة، ومن أجل افتقادهم والصفح عنهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل المطوابي الدامي الذكربان هذه الكنيسة المقدسة ومن أجل جميع الراقدين من آبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الثاوين على حسن العبادة ها هنا وفي كل مكان. من أجل السعدي الذكر أنثيموس وبليكاربوس وأثناسيوس وكيريلوس وبروكوبيوس وروثاوس وجراسيموس ونيقوديموس وديميانوس وثيموثيوس وفينيديكتوس وديودوروس وكل البطاركة المطوبية الذك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب الذين يثمرون ويعملون في هذا الهيكل المقدس الشريف والذين يتعبون والذين يرتلون فيه، ومن أجل الشعب الواقف المتوقع من لدنك الرحمة الغنية العظمى. الرحيم والمحب البشر ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الدائرين. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا المساء بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، مسبح وممجد اسمك إلى الأبد أمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمنا وصياك. مبارك أنت يا سيد فهمنا حقوقك. مبارك أنت يا قدوس أنرنا بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد، وعن أعمال يديك لا تغفل. لك ينبغي المديح، لك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. لنكمل في الباتنا المسائية للرب. كيريا لايسون. أعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة. الرب نسأل. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا. الرب نسأل. فاسبك إرياء. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا. الرب نسأل. والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم. الرب نسأل. أصبك إرياء. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة. الرب نسأل. استجب يا رب.
مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب لأنك الإله الصالح والمحب البشر ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم ولروحك. نحن روسنا للرب لك يا رب. أيها الرب إلهنا يا من طاطا السماوات ونزل لخلاص الجنس البشر انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك لأن عبيدك إنما نحن رؤوسهم لك. أيها القاضي المرهوب المحب البشر وقد أخضعوا أعناقهم غير منتظرين المعونة من بشر بل مستمدين رحمتك ومتوقعين الخلاص منك فاحفظهم في كل حين وفي المساء الحاضر وفي الليل المقبل مصونين من كل عدو ومن كل فعل مضاد شيطاني ومن الأفكار الباطلة والهواجس الخبيثة ليكن عز ملكك مباركا وممجدا أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين. آمين. يا له من عجب غريب ويا له من معجزات بهيرة كيف تكبد الموت الفتاة الجالبة الحياة فترى وفي القاب. لك السماوات ولك الأرض لترقص الطبيعة الأرضين كلها طربا فها إن العذراء ابنة آدم تنتقل إلى السماوات. حلف الرب لداود صدقا فلن يحنث بي شخصا لعقليا سرير العذراء يحدق بي الرسل بورع ووقار ويرانمون بالأناشيد الرثية. التي هي
عبدك أيها السيد بسلام، فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام وجوه كل الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. في قبر وضعتي صغير فالخلائق تدري قدر مريم كجسر رفعت لكي ما تصلي من الموت إلى الحياة المشدة من جراء بالدمع والنحيب عليك والتفجيع رفيقتك تأون كلهن لرؤياهن انتقى لك الشريف مصاف الملائكة
السماء فيها لنا أصبحت شفيعة ومفعمة بجة وغبطة. فروحك المقدسة في
السماء قد حضنا ابنك بفرح. باحتفاء السماء قبلت يا عذرا، ونحن من نكرمك بفرح، نحتفل برقادك الشريف. المجد للآب والابن والروح القدوس، كلمات الله لك منا التسبيح، مع أبيك والروح الكل قدسه، ولك كل التمجيد بوراء. بسلام إلى الرب نطلب. يا ليسوع خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا ليسوع بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة، سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم والفائق قدسها والدة الإله، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. سكري لأنه قد تبارك اسمك وتمجد ملكك أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دهر الدائرين. نعظمك يا من قد وسعت الإله فوجدت مخزنا
كان نحن الرجينا وساقط اهدي عن كيفية اتباع آثار المسيح الرب الطاهرة. أيها البتول إن نقف حيث دون زرع سر عجيب أيتها الدائمة البتولية التي أرضعت خالق الجميع. على الأرض بابا من أعالي المشرق الإلهي عقليا يا عروسا لله. إن الخطاب
يا فائقتان في التمجيد العذراء النقية، لقد حافظت في أحشائك الليلة، فأعجب بجمالك المسيح. قبرك محيطين ومدهوشين كمن أحاطوا بها يوم دفنك. فخر يا هيكل الله الروحي. إنا نقدم بورع المجد للآب مع ابني والروح الكل قدس عن الثالوث المقدس الشريف. سلام إلى الرب نطلب. أعضد وأخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب، لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وعلى عرش مجدك الشيروبيم تستقر وتستريح، وليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا ابتداء له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين. آمين.
ليستك ميت Oh.
الطيب قد ناضحنا قبرك بالطيب والأزهار. حاملة الطيب قد ناضحنا قبرك بالطيب والأزهار. المجد لله والابن والروح القدس. أيها الثالوث آب ابن الروح خلص من يعبدونا. دوكس بدريك أيوك أجيو برمتي الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس. يا رب اخبر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشفي امراضنا. من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وفي أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك في ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل آن وإلى دار الداهرين. إننا تقدموا بالاجتماع اليوم عن رغبة وارتياحا يا شعوب وارقصوا طربا مصفقين بالأيدي عن إيمان وهللوا جميعا بفرح وسرور وابتهاج فإن أم الله مزمعة
أن ترتقي من الأرض إلى السماء بمجد، فنحن نمجدها دائما بالتسبيح، فإن والدة الله. المجد لله والابن والروح القدس لنا وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. تقدموا بالاجتماع اليوم عن رغبة وارتياح يا شعوب، والقوس طربا مسبقين بالآيات عن إيمان، وهللوا جميعا بفرح وسرور وابتهال، فإن أم الله مزمعة أن ترتقي من الأرض إلى السماء في مجد، فنحن نمجدها دائما بالتسبيح، فإنها والدة الله. الحكمة. بارك. المسيح إلهنا الذي هو مبارك كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ليوفضن الرب الإله إيمان الحسن العبادة الأرثوذكسي المقدس الخالي من الشوائب مع هذه البطريركية والأبرشية والوطن إلى دهر الداهرين. آمين. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، يا من هي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة لله، ياك نعظم. المجد لك أيها المسيح الإله يا رجاءنا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الدارين آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بسم الرب بارك. أيها السيد القديس، أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من أنت عجيب بقدسيك شفاعات أمك كلية الطهارة البريئة من كل عيب بقدرة الصليب الكريم المحيي بنعمة القبر المقدس القابل للحياة بطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين والقديس يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر والقديس العظيم في الشهداء ثيودوروس والقديسين أباين القديسين معلمين مسكونة والقديسين الصديقين واكيم وحنة جدي المسيح الإله وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا منك إله صالح نحبه البشر. القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. بصلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. أبنائي كل سنة وأنتم سالمين. العذراء هي تكون دائما لكل واحد فيكم وفينا معونة حماية اللي دائما بشفاعتها ربنا يحمي بيوتنا الوطن والعالم وكنيستنا المقدسة حتى تبقى شاهدة للحق ونور في العالم. أبنائي العذراء تحميكم، بس حبيت اليوم بهاي المناسبة ونحن بصيام العذراء ومنستعد لعيدها، عيد
رقادها وانتقالها بالجسد للسماء. بحب بس أحكي لكم إنه العذراء لازم دائماً تكون الشفيعة لإلنا، دائماً نضلنا نناديها. بسمع كتير من البدع والهرطقات بتشكك إيمانكم أبنائي في العذراء، إياكم أبنائي. الشيطان بده إذا اهتز إيماننا بالعذراء كشفيعة ودائمة البتولية وثيوتوكس والدة الإله، كل العمل الخلاصي يمس، وبالتالي ما منقدر إن نتقرب من الرب والمخلص يسوع المسيح. عشان هيك انتبهوا أبنائي، دائما إيمان الكنيسة يكون إيمانكنا إيمان كل واحد فينا بأمنا الفائقة القداسة. والملاحظة الثانية بحب أحكي لكم كمان أبنائي، ما تنسوا إنه العذراء بالنسبة إلنا هي قدوة، ونتذكر ثلاث أشياء منها في هاي الليلة، اللي هي العفة، البتولية. نحن في زمن أصبح فيه بعيدين كل البعد بالفكر، بالتصرف، بالأعين، بالجسد، بكل الأمور، باللباس. قديش مهم إنه نحافظ على الفكر التعففي فينا، والتعفف بنعكس على كل مجالات حياتنا. انتبهوا برضو هون، في فخ عماله بيجذب كل أبنائنا لطرق بعيدة عن العفة، البتولية، الطهارة والنقاء. اليوم العذراء بتعطي درس لكل واحد فينا إنه نقدر نتمسك بمبادئنا الروحية وبهاي الفضالة. الشيء الثاني أبنائي، طاعة العذراء. الطاعة شيء كتير مهم، لازم نطيع بعضنا البعض. كتير مرات سبب من أسباب خلافات كثيرة بتصير بين الأهل، بين الأقارب، بين البيت، هو عدم مقدرة الإنسان يطيع أخوه الإنسان. خلينا نتعلم الطاعة، إنه نسمع لبعضنا البعض، نقدر نصغي للآخر وهو يتكلم معنا، قلبنا يكون مفتوح حتى نسمعه، حتى نقدر إنه نفهم إحساسه، شعوره، نقدر نوصل له ونحبه، حتى نقدر إنه نلتقي فيه، نتفاهم معه، ونقدر نتحد فيه، ونكون متحدين مع بعضنا البعض بيسوعنا المحب. الشيء الثالث أبنائي من العذراء اللي بنتعلمه هو التواضع. قديش مهم هاي الفضيلة دائما تزين قلوبنا. التواضع اللي هو بيعلمنا كل الفضائل، وهو قاعدة لكل الفضائل الروحية. عشان هيك كتير مهم كل واحد فينا في هاي الليلة يغوص في داخله ويشوف وين هو من هاي الفضائل كقدوة أمامنا أمنا الفائقة القداسة. خلينا نلتجئ إلها، نستمد منها نعمة وبركة، تعطينا قداسة حتى نقدر إنه حياتنا تتغير وفكرنا يتصور فيه المسيح. كل سنة وانتوا سالمين أبنائي، العذراء تحميكم. بحب كمان في هاي اللي صام ربنا يباركه، واللي ما صام يصوم من اليوم على الأقل يومين للعذراء، على الأقل يومين للعذراء، حتى يجي يوم السبت بعيدها ويتناول. ووصاتي إلكم أبنائي في الزمن اللي منعيشه، ما تبعدوا عن المناولة، وهاي وصية لكل أبنائنا في كل مكان، ما تبتعدوا عن المناولة. أكثر من 40 يوم ما تبتعدوا عن المناولة بتكونوا في خطر. ما تسمحوا لأنفسكم أكثر من 40 يوم بعيدين عن المناولة. ربنا يحميكم أبنائي. بحب كمان أحكي لكم، وكان يحكي لي أبونا إبراهيم اللي ربنا يحميه مع الكهنة الموجودين ومع صاحب السيادة المطران فينادكتوس اليوم اللي كان معنا، كان فرح كبير إنه يكون معنا. وبحب أعلن لمحبتكم، هو رح يكون القداس الاحتفالي بعيد العذراء هون في الكنيسة، هو رح يترأسه يوم السبت القادم الساعة 8 صباحا. وبكرة صلاة الغروب برضو رح تكون الساعة 6 في هاي الكنيسة المقدسة. خلينا كلنا نبقى قريبين من أمنا الفائقة القداسة. العذراء تحميكم، كل سنة وانتوا بخير، نعمة، بركة وقداسة. أمين.